قالت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت خلال إحاطتها في مجلس الأمن الدولي أن العراق ناهض في مجالات تقديم الخدمات والإعمار. أشارت بلاسخارت في إحاطتها إلى أن عراق 2024 آخذ في التطور وبسرعة، مؤكدة الحاجة الماسة لانتخابات في إقليم كردستان. نشهد اليوم عراق البلد الذي توجهت إليه اليونامي قبل 20 عاما، بل هو بلد يختلف عن البلد الذي وصلت إليه في 2018، إذ نشهد اليوم عراق النهضة. نقيم هذا البلد على أساس التقدم الذي أحرزه، حتى نقلب صفحة عن ماضي العراق المظلم. إن 2024 تشهد عراقا يتحول بسرعة، والأخبار الطيبة هي أن الحكومة العراقية قد تحلت بعزيمة قوية لمنع الدولة من الانزلاق إلى أو في هوية نزاع أوسع، وقد قال رئيس الوزراء أن هذا انطوى على بذل وفرض الضغوط الداخلية والخارجية لتفادي أي تصعيد.